يسأل ويقول: هل يزكي صاحب المال الدين الذي له عند الناس؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كانت الديون التي للإنسان في ذمم الناس على أناس أملياء، بحيث إذا طلبها منهم يسددونها له من غير مماطلة، فإنه يجب أن يزكيها كل سنة وهي في ذمم الناس، لأنها في حكم المال الذي بيده. أما إذا كانت هذه الديون على أناس مفاليس أو ناس غير أملياء لا يستطيع الحصول عليها ولا يأمن من ذهابها، فهذه إنما يزكيها بعد قبضها، إذا قبضها يزكيها عن سنة واحدة، لأنها في حكم المال الضائع الذي لا يدري هل يحصل عليه أو لا، فإذا حصل عليه زكاه عن سنة واحدة. نعم.